مرحبا بكم. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حيث قدم لسمو ورعاه الله نصار عبد الرحمن المطيري بمناسبة تعيينه سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ومساعد صالح ذويخ بمناسبة تعيينه سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية الفلبين الصديقة، وفيصل إبراهيم الهولي بمناسبة تعيينه قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مدينة لوس أنجلوس، وراشد حماد العدواني بمناسبة تعيينه سفيرا لدولة الكويت لدى أوكرانيا الصديقة، وخالد فلاح المطيري بمناسبة تعيينه قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة في مدينة هوشيمنه، ووائل يوسف العنزي بمناسبة تعيينه قنصلا عاما لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة جدة، حيث أدوا اليمينة الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها وقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. وقد زودهم سموه حفظه الله بتوجيهاته السامية، وحثهم على خدمة مصلحة الوطن العزيز والعمل على تعزيز الروابط بين دولة الكويت والدول المعتمدين فيها، وتمثيل بلدهم خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بما يتماشى مع مصالح وسياسات الكويت الخارجية، والتي تقوم على مبدأ التفاهم ومد جسور التعاون والعمل بالحوار وتكريس مفاهيم السلام والسلم العالميين، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح. ومن جانبه أعرب معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن خالص شكره وتقديره لتوجيهات سموه السامية، والتي ستمثل عونا ونبراسا لأبناء الدبلوماسيين في أداء واجباتهم بخدمة الكويت ورفعة رايتها في المحافل الدولية والحفاظ على مصالحها الخارجية. يعني كل اللي أقول إن الله يوفقكم في عملكم الجديد، دائما يعني أتمنى أنكم تنظروا لا تنظروا لأنفسكم بس، انظروا لمن تمثلوني أنا، تمثلون شعبكم في الكويت، فحافظوا على هالشيء اللي يهم الجميع. نشكر سموك على هالفرصة طويلة العمر وهالكلمات اللي يتفضل فيها سموك، إن شاء الله بتكون خير عون لنا في عملنا في المستقبل. طول عمر زملائي اللي اليوم أقسموا أمام سموك يعني صار لهم فرصة وخبرة وتجربة في العمل
في داخل وزارة الخارجية وفي بعثاتنا بالخارج، والحمد لله الآن هم مهيئين لقيادة البعثات وتمثيل سموك طول العمر والحفاظ على مصالح الكويت ومواطنيها بالخارج إن شاء الله. وما تفضلت فيه سموك طول العمر هو اللي راح يكون لنا نبراس نقتدي فيه إن شاء الله، وبيبذلون أقصى جهد إخواني وإحنا وياهم هني طال عمرك في وزارة الخارجية لتنفيذ الأمر إن شاء الله. بأمرنا فيهم إن شاء الله. الله يبارك. حضر مراسم أداء القسم المستشار بالديوان الأميري الفريق خالد عبدالله بودي ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد عبدالله الصباح الناصر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران.